نقدم لكم سعد أستاذ سعد ناصر. والمبروك على كل أزأزكم الخير وكل أشخاصكم الجميلة، وأتمنى لكم كل خير، ومعكم الأستاذ سعد ناصر. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم جميعا كل الخير، ومرحبا بكم معنا مع أسرتي الصغيرة، أسرتي الجميلة، أسرتي التي تتكون من محمد ومن دعاء، وللأسف فزوجتي يعني غير متواجدة معنا بالمنزل لحظة، وسوف أكون بإذن رب العالمين مستعدا. ولا تنسوا اللايك والجرس والأبوني. شكرا 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 لحسن تقديمكم. ولا تضعوا هكذا، أضعوا هكذا. نعم أضعوا هكذا. لأن سبحان الله تعالى محمد رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. احباب يعني احب الاولادي ان يخرجوا معي في هذا الفيديو، يعني ويطلوا طله جميله. يعني حفظ الله اولادكم، واحببنا ان نبارك لكم طبعا الدخول المدرسي للأطفال. إن شاء الله تكون سنة سعيدة، وبإذن رب العالمين تستفيدون من ذلك الموضوع الأخير الذي قدمته، وهو أسرار المفاتيح السبعة للتفوق والنجاح الدراسي والتحصيل العلمي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. باي باي. يلا كل واحد مع السلامة. أحببنا أن نطل عليكم هذه الطلة، وطبعا نحن جد سعداء بتواجدنا معكم، ونتمنى لكم دائما كل الخير. قال الله سبحانه وتعالى كما تعودنا دائما نفتتح كلامنا بأعظم كلام، بأجمل كلام، وبأحلى كلام، ألا وهو كلام رب العزة والجلال والقدرة والكمال، رب العالمين سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المبين في سورة البقرة، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العظيم. لن أطيل عليكم في المقدمات وفي الكلام، حرصا يعني على أن لا يكون الفيديو طويلا، يعني بسبب تعليقاتكم الهادفة كما اسم القناة، وبحبكم لهذه القناة، فهي كما قلنا هي قناة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا،
وقناة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهي قناتكم جميعا، وأنا هذا شرف لي أن أحمل اسم هذه القناة. فلن يكون هذا، أعدكم أن لن يكون هذا الفيديو أكثر من 20 دقيقة بإذن رب العالمين. موضوع حلقة اليوم أو درس اليوم أو فيديو اليوم كما أردتم هو القناع. القناع، القناع أو ما يسمى باللغة الفرنسية لو ماسك، وباللغة الإنجليزية in English the mask. ولمن يعني لم يكن قد شاهد هذا الفيلم، في عندما كنت في شبابي وبالضبط في سنة 1994 على ما أعتقد، شاهدت فيلما جميلا لجيم كاري الممثل الأمريكي الكوميدي الشهير والممثلة الجميلة كاميرون دياز، وهو فيلم يعني إلى حد ما من الخيال العلمي لكن له هدف، له هدف. ف le masque en français on porte le masque si on part par exemple au carnaval hein carnaval le carnaval يعني حفلة تنكرية. ف الماسك هو ذلك القناع الذي نضعه على وجوهنا نتنكر به، يعني هو سي بور سو ديغيزي كما اون دي اون فرونسي، يعني نتنكر به. كذلك اتذكر فيلم لجون ترافولتا ونيكولاس كيج واسمه فيس اوف ان انجلش او بالانجليزيه، كذلك فهو يعني يتكلم عن القناع. لا، كلامي أو موضوعي لا يتعلق بأفلام، إنما فقط أنا أعطيت بعض الأمثلة لكي كمقدمة لموضوعي وكي أسهل على الناس. ربما أحد منا، ربما الله أعلم، لا يعلم معنى القناع. الله أعلم، يعني الله أعلم، على حسب المعلومات وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا. افتتحت كلامي بأعظم كلام كما دائما تعودنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعطيت عنوانا لهذا الموضوع وهو القناع. ولماذا اخترت هذا الموضوع ولماذا اخترت هذا العنوان ولماذا يعني سوف نتكلم اليوم عن القناع؟ لأن الحياة مليئة بعدة أقنعة، بعدة أقنعة توضع على الوجوه بمجرد أن يعني يخرج من وضع القناع عند نزوله من المنزل فيضع القناع ويظهر أنه حملا وديعا وأنه إنسانا شريفا وأنه إنسانا طيبا وأنه إنسان محب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأنه إنسان خير وكذا. فقد مررت، هذا هو سبب اختياري لهذا الموضوع، فقد مررت مؤخرا يعني بأزمة، بضيق، بكرب نفس الله كروب الجميع أو كرب الجميع وحفظكم الله من كل أزمة، من كل أزمة ومن كل ضيق يا رب العالمين. نحن معرضين في الحياة دائما، كما كنت قد تناولت موضوعا عن الابتلاء وعن المحنة وعن الامتحان، فالإنسان معرض، وهذا ابتلاء يكون من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صبرنا ورضخنا وحمدنا وشكرنا ودعونا الله سبحانه وتعالى وهو مفرج الكروب، وهو مفرج الكروب وهو معنا أينما كنا. اللهم لا سهل، كان هناك دعاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمحنة والأزمة والامتحان الذي يمر به الإنسان في عبر الحياة
أو في حياته يبين معادن الناس، المحنة والأزمة والكرب والضيق والابتلاء. تعلم أو تعرف معادن الناس على أصلها، وتعرف الناس على حقيقتها، لأن الناس على حقيقتها، لأن الناس معادن، الناس معادن. والمعادن تعرف بالسهر وبالحمى، تعرف بالسهر، تعرف المعادن الأصيلة. فالذهب حتى لو ذاب يبقى دائما ذهبا، يبقى دائما ذهبا. فأحببت أن أخرج عليكم أيها الأحباء، أيها الأصدقاء، أيها الأعزاء، أيها الإخوة والأخوات، يعني بهذا الموضوع، كي يكون يعني لنا درسا في حياتنا، ونعي أن يعرف الصديق كما يقول أحد الحكماء، يعرف الصديق في وقت الضيق. إذا أردت أن تعرف صديقك على حقيقته فإنه سوف يظهر لك جليا وواضحا، وما يبطن أو قلبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وإن يعلم الله، وفي آية أخرى صدق الله العظيم، وفي آية أخرى وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، صدق الله العظيم. فرسالتي لكم جميعا أن تتوخوا دائما الحذر. نحب بعضنا، ونحب أن يكون عندنا أصدقاء وإخوة وأحباء، لكن عندما نقع كما قال أحد الحكماء، أو كما يقول المثل، لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. عندما نقع ونتعثر، الصديق الحقيقي والإنسان الذي يعني صاحب المبدأ، صاحب المبادئ، وصاحب يعني الأخلاق، وقوي الإيمان، ويعلم بين ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيعني يظهر لنا جليا معدنه الأصيل في الأزمات وفي المحن وفي الشدائد. من يقف معي، من يساندني، من يساعدني، من يمد يد المساعدة لي وأنا يعني في أزمة، وأنا في محنة، وأنا في كرب، سواء كان هذا الكرب مرض أو شدة أو ضيق مالي أو أي شيء، يعني كيفما كان هذا الكرب. اللهم فرج كروبنا وكروبكم أولا أنتم، وكروبنا وكروب الجميع يا رب العالمين. فأظهرت لي هذه المحنة الأخيرة التي مررت بها معادن الناس على حقيقتهم. ومنهم من عاهدني ووعدني، والله سبحانه وتعالى يقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء في سورة البقرة، وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق الله العظيم. وفي سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عاهدني بعض الناس وبعض الأصدقاء وبعض المعارف على أنهم سوف يقفوا بجانبي في تلك المحنة التي مررت بها مؤخرا، لكنهم لم يفوا بعهدهم. وكما يقول الشاعر إن رأيت أو إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. في أول الأمر خدعت بالابتسامة يعني، وظننت أنهم صادقين في كلامهم وفي سريرتهم وفي نيتهم، ولكن تلك الأزمة وتلك المحنة وذلك الكرب أو ذلك الضيق الذي مررت به بين لي وأوضح لي جليا معادن الناس على حقيقتها. وهنا أريد أن يعني أذكر، سبحان الله سبحان الله، أذكر إنسانا يعني أنا أعتبره، بل يعني
متأكد أن الله سبحانه وتعالى أرسله لي وهو في مكان الوالد والعم والخال والأخ الكبير. إنسان يعني لا أريد أن أذكر اسمه، هذا شيء لا ينقص منه ولا يعيبه إن ذكرت، ولكن هو سوف يعلم من أقصد. أريده أن يعلم أنه هو الشخص المقصود، وأريدكم أن تدعوا له بكل خير. هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الأصيل، هذا الرجل ذو الأخلاق الكريمة، من بيت كريم، ومنبعه منبع طيب، وأصله أصل طيب، وأخلاقه أخلاقا كأخلاقه كريمة، وأفعاله حميدة. وعندما يعد يفي بعهده، عندما يعطي أو يعطي كلمة، والكلمة عهد والعهد ميثاق، العهد ميثاق. وقد ربونا أبوينا رحمة الله عليهما، سواء أمي أو أبي، على العهد، أن الكلمة سيف على رقبة الإنسان. إذا وعد المؤمن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المؤمن إذا عهد وفى. وقد وفى بعهده، ووقف كما عهده إلى جانبي، وفي إزمتي وفي محنتي وفي لا أريد أن يعني أتعمق، أو يعني أنا لا أخفي عنكم شيئا، إنما مررت بأزمة ما وبكرب ما. الله سبحانه وتعالى يفرج على الجميع ويشفي الجميع وينجي الجميع من كل أزمة ومن كل كرب ومن كل ضيق. كما أنني تعرفت على أناس لم أكن يعني على سابق معرفة أو سابق صداقة أو معرفة من قبل، ولكن توسمت فيهم الخير، وعاهدوني ووعدوني أنهم سوف يقفوا كذلك إلى جانبي، ولم يفعلوا شيئا. لذلك أردت أن أخرج عليكم ولن أطيل في هذا الفيديو. أنا قلت أنه بإذن رب العالمين لن يتعدى 20 دقيقة، فأرجو أن تتوخوا الحذر، ولكي تعلم أو لكي تعرفوا أصدقاءكم على حقيقتهم، يجب أن تضعوهم تحت الاختبار. عند الامتحان كما يقال، يكرم الورء أو يهان، يجب أن تضعوهم تحت الاختبار. يجرب الإنسان ولو حتى بالتجربة، على سبيل هل سوف يكون سندا لك؟ إذا مرضت سوف يسأل عليك، سوف يرفع الهاتف ويتصل بك، سوف يحضر لزيارتك، سوف يدعو لك، سوف إذا لم يقدر حتى الحضور ولو اتصال بالهاتف. أنا أعطي على سبيل المثال. فحفظكم الله جميعا من كل كرب، ونجاكم من كل شر، وجعل أيامكم سعيدة. لن أطيل في هذا الفيديو، يعني حرصا لطلبات يعني بعض المشتركين. وأقسم بالله، وأنا أقسم بالله العظيم، سوف أختم هذا الموضوع ولن أطيل أكثر من ذلك، أنني أحبكم من كل قلبي، وأتمنى لكم كل الخير، وأرجو دائما أن أراكم في أعلي المراتب، ناجحين، متفوقين، سعداء، مسرورين مع عائلتكم وأولادكم، حفظهم الله وحقق لكم جميع أمانيكم. أختم كلامي بأعظم كلام، بأجمل كلام، بأحلى كلام، بعد أعوذ بالله السميع العليم: جعلنا الله وجعلكم من هؤلاء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، قائلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. جعلنا جميعا، جعلكم الله أنتم أولا وإياي معكم والجميع، من الصادقين، من الأبرار، من الأخيار، من المؤمنين، من الذين يوفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى لكم كل الخير في أمان الله وحفظه ورعايته.